اليوم كما كتشوفوا عندنا حفل افتتاح المقر الجهوي لجهة الشرق اللي كتكون بثمانية أقاليم معروفة: ناظور، بركان، دريوش، قرسيف، فيقيق، وجدة، كذلك جردة وتوريد. هاد الثمانية الأقاليم المكونة من الجهة الشرقية. اليوم احنا في إطار افتتاح حفل افتتاح وتدشين المقر الجهوي بعد ما انتقلنا من المقر اللي كان قديم حي العرين الشيخ، واليوم المنظمة مادام كتشهد توسع وكتشهد امتداد كبير في جل القطاعات المتواجدة في الإقليم وفي الجهة الشرقية، وخاصة المناطق اللي كتسمى مناطق صناعية عمالية استراتيجية في المنطقة الصناعية ديال سلوان، في ميناء بني نصار، في الميناء الكبير ميدويست. هذه القطاعات كاملة كتشكل واحد القوة ضاربة لقوة عمالية في الحقيقة، وقوة كذلك لعموم المأجورين ككل. بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الشرق اليوم كنقولوا وكنوزعوا وكننشروا مجموعة ديال الرسائل لكل من يهمهم الأمر. حنا الكينونة ديالنا والهوية ديال المنظمة الديمقراطية للشغل كينونة وهوية عمالية بامتياز. نحن لم ولن نقوم بصراعات يعني مجانبة للصواب مع كل الإطارات النقابية. نحن نقول بأن كل الإطارات النقابية يجب أن تجتمع في وحدة عمالية ضد الاستغلال، ضد بطش الباترون الغير الوطنية. مع العلم أننا في المنظمة الديمقراطية للشغل كنسميو راسنا حركة اجتماعية ذات مصداقية. واليوم كما كنشهدوا كاملين أن هاد الضيوف من فعاليات مختلفة، حساسيات سياسية وحساسيات نقابية وحساسيات جمعوية وكل مكونات المجتمع المدني حاضرة معنا في هذا الافتتاح. لماذا؟ لسبب واحد وأحد، هو المصداقية في العمل النقابي. وتحياتي لكل الصحف. من مفهومنا احنا كمنظمة ديمقراطية للشغل اللي هو إطار جماهيري مفتوح للجميع، ليس حكر على أي حساسية ولا حكر على أي جهة معينة. هادو بالضبط باش نشخص الوضع، هادو كانوا أصدقاء ديالنا، هادو أصدقاء تاريخيين في نقابة معينة اللي شهدات واحد النوع ديال الشرخ. ويحز في نفسنا كمنظمة ديمقراطية للشغل أن تنتفي وتنعدم ما يتغنى به الجميع، هي الديمقراطية الداخلية. الديمقراطية الداخلية في نظري أنا وفي نظر المنظمة الديمقراطية للشغل هي اللي جعلت هاد الإخوان نحسوا أنهم هاد المبدأ اللي هو كون الديمقراطية الداخلية في كل إطارات انتفى نعدم. إذا ربطوا الاتصال مع أصدقاء ديالهم في المنظمة الديمقراطية للشغل وتفتح نقاش كبير، نقاش يعني عميق وبنيوي. ارتئينا في الاتحاد الجهوي أنهم نفتحوا الباب للإخوان ديالنا، لأنهم مازال ديناميكيين نشيطين وسوسون دي كاليبغ سانديكو. بغاو يخدموا الطبقة العاملة، بغاو يكونوا الطبقة العاملة، بغاو يعبقوا، بغاو يأطروا. إذا المجال مفتوح لكل شريف نقابي. تتعدد الألوان النقابية، كلنا بأهدافه المسطرة. نتمنى أنه الشغلة تجبر ذاتها وتجبر شكون غيدافع عليها حق الدفاع، وكنتمنى لهم التيسير والخير وهذا الشيء اللي بغينا. شكرا. في البداية قضايا السي الموقع عرفينو بك الموقع، إذا دائما حقيقة حتى كنا كل من كيشهد التظاهرة سواء كانت نقابية سياسية ثقافية نتفذ كيما بغيت أنا. حما نحاول ما نكذب نوال الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي. ما جديد على جميع هذه المستويات التي ذكرت سابقا؟ نشي النهار باسم، أولا باسم
الكاتب الجهوي المنظمة الديمقراطية الشغل وأعضاء كذلك المكتب الجهوي. نرحب بكم أولا كصحفيين كما قلت موقع ناظور سيتي وموقع ريفينو، وكذلك بالسي مراد، وكذلك بالجميع الضيوف ديالنا اللي جاو ينجوا موقع ناظور سيتي. نحن كنا حتى فرنسا كيجن حدث نعتبره حدث مهم جدا، هو فتح مقر جديد بعدما كان المقر في العريش الشيخ. الآن إخوان اضطروا فكروا أنه ضروري يفتشوا على واحد الموقع استراتيجي. هذا الموقع استراتيجي هو هذا اللي تتوجدوا فيه في شارع طنجة قبالة المقاطعة الأولى، وفي التاكسيات ديال الانصار، وكذلك فين كاين واحد البومبا ديسوس معروفة الوحيدة في شارع طنجة. إذن أثقل سنمارين أرديوسين، حما كنا نشارك الحفلة لأنه الحفلة يميني ماشي نقيت من أجل الحفلة، بالعكس أنه حما إشارة قوية إلى الشغيلة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الإقليمي أو الوطني، بأن المنظمة نسل ستقوم بواجبها، ستقوم بدورها وهو دور التأطير ودور النضال ودور الدفاع عن قضايا الشغيلة في كل القطاعات سواء في القطاع الحكومي أو الخصوصي. وهذا الإشارة خصها، ماشي الإشارة أنه الحفل من أجل الحفل، بالعكس ربما إن شاء الله تريد دينامية جديدة كما عهدنا في الإخوان النظير المنظمة. هناك الآن مجموعة من الأطر التحقوا وسنعلن من هو خصنا على الإشارة بجن الدواء، لأنه المكتب الجهوي يجتمع إن شاء الله النهار الأربعاء. هذه خزامة الإيراني بجن الدواء، نحن نسمي في السابق مجموعة الأمور ماشي لنا سابقا السيد المدهن الكاتب الجهوي لهذه المنظمة التي تناضل من اجل كما قلت القضايا ديال الشغل على الحقوق ديالهم وعلى الاحترام ديال الكرامه ديالهم واحترام قانون الشغل الى غير ذلك. كذلك بهذه المناسبه لابد ما نسجلوا كذلك المنظمه ديالنا تتسجل باعتزاز في هذه المناسبه ديال الاحتفال التطول الايجابي في قضيتنا وحدثنا الترابيه على اثر العمليه السلميه الناجحه لبلادنا في معبر الكركرات بالصحراء المغربيه بعد تنفيذ القوات المسلحة الملكية تعليمات قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بإقامة حزام أمني على بعد تقريبا 4 كيلومتر على المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة لكركرات، وذلك بمقتضى واجبات المملكة وفي احترام تام كذلك للشرعية الدولية. إذا نحن كذلك في المنظمة ديالنا بالجهة ديالنا وبالإقليم ديالنا كذلك نشيد في هذا اليوم الذي نحتفل به بالدعم الدولي المتعاظم لهذه العملية. نتمنوا في المنظمة ديالنا باش نتجاوز الوباء اللعين ونتمنوا الشفاء العاجل لكل الساكنة بإقليم الناظور، ثم نحيي بحرارة جميع الأطقم الصحية من أطباء وممرضين وإداريين للمستشفى الحسني والمراكز الصحية لأنها تقوم بسجن مجهود ضوء قرار. إذا نتحييهم بهذه المناسبة، هذه المناسبة نحتفلوا بها ونشد على أيديهم على ما يقدمونه من أجل القضاء على هذا البلد، كما نحيي كذلك بهذه المناسبة السيد عامل الإقليم صاحب الجلالة الكبرى، نحييه على المجهودات التي تقوم بها من أجل توفير بعض التجهيزات الطبية الأساسية، لأنه تنحاول تتبعوا كل من يقدم لهذا القطاع من الدعم. بالتالي السيد العامل تنشكروه وتنوهوه كما قلت بالتجهيزات التي تقدمها للمستشفى الحسني خاصة البيوت الطبية والأساسية. وكذلك تنرحموا على الارواح للاخوان ديالنا اللي ماتوا هذا الوباء والصبر والسلوى لجميع العائلات ديالهم. ونمشي الناس عند عبد النبي سيد عبد النبي عضو الامين المال ديال المنظمه ديالنا، نمشي لنا بانه النهار غادي يجي اشاره واضحه انه ان شاء الله ديناميكي جديد للعمل النقابي، العمل النقابي الشريف، لانه حقيقه المنظمه ليس مناضل للشرفاء
مناظرين يؤمنون بقضايا الشقيله. اذا لا بد من فوز بفوز، غنغير نفس طويل، غنغير اراده قويه، ونشكى الجميع غادي يسير. وبقى سيدي الاخوان نظم المجتمع المدني زي الاحزاب السياسيه غادي يسير، ونشكى كنيو الطاس وفقدهم المواقع نظم سيتي وعرفينو سي هربان محترم. شكرا، الله يعزكم. في البداية الشكر موصول للإخوة في موقع الريفينو على هذه التغطية. في البداية طبعا باسم الإخوة في الاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أرحب الجميع، أرحب الأخوات والإخوة اللي جاوا باش يتقاسموا معنا لحظة الافتتاح، افتتاح المقر الجديد. طبعا المقر اللي توفر فيه الشروط باش يلبي الحاجيات التنظيميه للعدد الكبير من القطاعات، سواء القطاعات اللي كانت منضويه طبعا تحت لواء المنظمه الديمقراطيه للشغل، او القطاعات اللي التحقت مؤخرا واللي كنرحبوا بها. املين اننا سنشتغل طبعا بمسؤوليه وبشد، اولا لتحقيق الملفات المطلبيه ذات البعد الاجتماعي للقطاعات المختلفه، ثم كذلك لرفع الضرر على فئه عريضه إما طبعا مهنية أو كذلك مرتبطة بقطاعات نقابية. أجدد الشكر للجميع. طبعا قد يتساءل البعض لماذا هذا الحدث اللي هو الافتتاح. لابد من التذكير بأن المنظمة الديمقراطية للشغل جهة الشرق بالناظور كانت تتوفر على مقر، ولكن بسبب الجائحة انسجاما طبعا وانضباطا للشروط الاحترازيه اللي دعت لها السلطات الصحيه، طبعا تم اغلاق المقر. والان نحن في مقر جديد كما قلت، املين اننا سنعمل بنضال وبجديه ومسؤوليه لكي طبعا نحقق كل المطالب اللي كنشوفوها طبعا مشروعه واللي مرتبطه بقطاعات عديده ومختلفه في المنظمه الديمقراطيه للشغل. أجدد الشكر للإخوة في موقع الريفينو على التغطية، وكذلك كل الشكر للإخوة اللي بداو يدعوا الأخوات باش يتقاسموا معنا، جاوا باش يتقاسموا معنا طبعا لحظة الافتتاح، وشكرا للجميع.